هلو يوتيوب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ام سوبر اكسايتد، رايحه لميلان انا وصديقتي، فكتير متحمسه. راح يكون جيرلز تريب، وبعدين ما بعرف اذا راح اقعد بميلان لفتره اطول ولا لا. المهم راح نشوف. سو يا ذيس از ذا اوتفيت. خلصت توضيب الشنط وكل شيء، وهلا رايحه للمطار. كوكو كوكو. أوه جايز، وأخيراً وصلنا لميلانا. ياي، شوفوا مين معي. هاي ستار. هاي ماريا. جايين هنا عشان نفطر. سو نايس. أوه جايز، وصلنا لديوما. حوريكم كثير من الناس. عشقة عشقة. But it's amazing. جولة بالدومو، الساحة الشهيرة بميلان. هلا واخدين باص وراح نسوي جولة بالمدينة. اليوم رايحين نسوي شوبينج. هذا هو الحمام، so cute. شوفوا، قال رايحة افطر الاول وبعدين رايحين لشوبينج. رايحين للاوتلت، هذا بيقولوا انه فيه كتير براندات وكمان الاسعار كتير ممتازة. so let's go. حبيت بس اوريكم الاوتيل، it's so nice. حابة افتح هاي، شوفوا المنظر العجيب. شفتوا؟ ننزل تحت عشان نفطر. هلا، بونجور. وصلنا الأوتليت، احنا الحين في فرساتشي. في عندهم اشياء كثيرة عن جد، والاسعار جنن، كثير حلو بس مو مريح الصراحة. هذا الكوت من جوتشي كثير حبيت صراحة. اخر يوم لإلي في ميلان، بعدين رايحة لفينيس، حابة اروح اشوف اختي، ازور اختي وبنتها، وبعدين رح ارجع لميلان فاشن ويك ان شاء الله بعد 4 ايام. المهم امبارح رحنا سوينا شوبينج انا وصديقتي باوتلت اجاني، رح خليكم اسم الاوتلت هنا. لما تيجوا لميلان عن جد لازم تيجوا، لانه الاسعار رهيبة. احيانا بتلاقي 50% تخفيض، 40% تخفيض على ماركات وبراندات يعني كتير معروفة. it's amazing. شوفوا البوكسز اللي جبنا انا وصديقتي، مو كلهم لإلي على فكره، بس انا وصديقتي. رح اوريكم الشوز اللي جبت. لساتي غاسله شعري ومحطه ميك اب ووجهي شوي منفوخ، بس معليش. وصوتي لانه البرد صراحه، هنا برد كتير وصوتي شوي متغير. anyways رح اوريكم الاشياء اللي اخذتها. انا اصلا عن جد كنت حابه اخذ بوتس واشياء زي كذا يعني. شوفوا هذا اخذته من جيمي شو والسعر خيالي، وكمان شوفوا او ماي جاد كواليتي، لوك ات ذس، اتس اميزينج. اخذت كمان هدول من جيمي شو، شوفوا طلعوا يجننوا. وفي عندي فستان باللون الوردي البينك، راح يطلعوا كثير حلوين. ثمنهم الاصلي هو 625 يورو، واخذتهم ب 187 يورو. او ماي جاد، شفتوا؟ كمان اخذت هذا الشال من جوتشي،
It's amazing. شوفوا أنيق كتير واللون يجنن. هذا كمان أخذته بسعر كتير حلو، أتوقع 165 يورو أو شيء زي كده. طبعا هادو للصيف وأخذتهم لدبي. لما أروح لدبي شوفوا بينك بينك نفس اللون. لافيت لافيت. هذا من إيف سان لوران. وهدول هم البوتس. شوفوا الكواليتي تبع الجلد، اتس اميزين، مريحين بشكل مو طبيعي عن جد، روعه. وصاحبتي كمان عن جد اخذت لبس كتير كتير حلو. وبس جايز، هذه هي الاشياء اللي اخذت من الاوتلت. وعن جد انصحكم لما تيجون لميلان روحوا لهذا الاوتلت، راح اخلي لكم اسمه هنا، راح تلاقوا اسعار خياليه عن جد. في كتير ناس من الخليج وفي كتير ناس من دبي شفناهم بهذا الاوتلت. ما راح اشتري شيء من دبي، بس راح اجي هون لميلان وراح اشتري كل البراندات لانه الاسعار خياليه خيال. شوية ميك اب سويت شعري، لا هون باوروبا دائما too much. anyways هلا رح اروح ارتب شنطتي ورايحه للقطار، لانه قررت اروح بالقطار لفينيس. سو يا واخيرا خلص هلا رايحه لمحطه القطار عشان اروح لفينيس. اوكي جايز اشوفكم بالقطار. وصلت المحطة جايز بعد عناء طويل مع السوت كيسز ومع اللاجج، وانا مسافرة وحدي زي ما انتم شايفين. كتير متحمسة عشان اشوف اختي واشوف بنتها، من زمان ما شفته. هذا هو زي ما انتم شايفين. كوكو بوسا 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 بوسا. grazie. okay. grazie. thank you. صوفيا. الجيلاتو بهذا البرد. جايز احنا في فينيسيا، الاجواء ولا اروع، البرد. او ماي جاد عصمين عصمين. شوفوا ما شاء الله شنو لاقين الحين بفينيس. الليل الحين الاجواء ولا اروع بفينيسيا مع اختي هولا. وبعد شوي راح للبيت. شوفي شوفي.